يا اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن الفلاتر بوتوم نوفيجيشن بار، وده البار اللي بيبقى في نهايه السكافولد. بتقدر تعمل بار كده مكون من ايكونز ونصوص زي ما انت عاوز، او ايكونز بس، وده تقدر تستخدمه في ان انت بتعمل زي نافيجيشن كده او مجموعه من التابس. كل تاب تقدر تعرض محتوى في البيج معين. مثلا هيبقى عندك هوم تابه، التابه الاولى كليك عليها يبقى المحتوى هنا، التابه الثانيه محتواها هيكون هنا، والتابه الثالثه برضو محتواها هيكون هنا. تقدر تضيف تابه رابعه وخمسه وهكذا يعني. تعالوا مع بعض نشوف البروجكت ده هنعمله ازاي. كل اللي هنعمله هنا، عندنا بروجكت فاضي مفيهوش اي حاجه. هبدا ان انا اول حاجه هامبورت الماتيريال اب، ماتيريال للدارت، عشان زي ما قلنا الماتيريال دي عشان ابدا امشي على الستاندرد بتاعت جوجل، او الماتيريالايزد بتاعت جوجل. هبدا هنا بالفويد مين او الانتري بوينت، وفي الانتري بوينت انا هنادي على البيسود اللي اسمها ران اب، وران اب محتاجه مني ويدجت تعرضها على الشاشه، على الشاشه الرئيسيه. فانا هديها ويدجت اسمها ماي اب. لسه هننشئ الويدجت دي مع بعض. هاجي هنا هبدا انشئ الويدجت، هتكون من نوع ستيتلس ويدجت، وهسميها ماي اب. مش هحتاج الكونستراكتور ده. وهنا هتريتيرن ماتيريال اب، تمام، ماتيريال اب. والماتيريال اب ده الويدجت البيرنت، اقدر من خلاله ان انا استخدم الماتيريال ديزاين، وكمان اقدر ان انا اعمل نافيجيشن او اعرض الشاشه الرئيسيه عندي. يعني انا اقول الابلكيشن هيبقى بعد كده هيتكون من اكتر من شاشه زي ما هنعرف ان شاء الله فيما بعد. فانا هقول الشاشه الرئيسيه هنا اللي هي الهوم، وهبدا اديله هنا انستنس من ويدجت جديده او سكرين جديده هتبقى اسمها الهوم. تمام، دي الهوم بيج بتاعتنا اللي هتبقى موجوده، اللي هي الهوم سكرين اللي هتبقى هنا. طيب هنا هبدا اعمل ويدجت تاني من نوع ستيت فول ويدجت. فستيت فول ويدجت ليه؟ لان انا هنا هحتاج ان انا اغير الستيت بتاعت الويدجت. تمام، هنشوف مع بعض ان شاء الله. هسمي الويدجت دي، تمام. تعالى كده نبدا نقول ستيت فول ويدجت، ستيت فول ويدجت، هسميها هوم، وهبدا ان انا اريموف الهوم بالشكل ده اهو. هريموف الكونستراكتور، وهنا هبدا ريتيرن سكافولد. بدل ما ريتيرن كونتينر هريتيرن سكافولد. السكافولد هنا هيبقى معانا الابر اب بار، والابر هنا هيبقى انستنس من نوع ابر. هياخد التايتل هيكون تكست، وهنكتب فيه البوتوم نافيجيشن بار. وهبدا ان انا اعمل كوما كده عشان لو انت ظهر لك هو طبعا اللون الازرق ده بيظهر معايا كتير جدا. هو عاوز يقول لك ان انت ممكن طالما التكست ده مش هيتغير او الويدجت دي مش هتتغير فانت ضيف قبلها كونستنت. فلو انا ما ضفتش كونستنت بقى انت ممكن تبقى تضيف الكلام ده، يعني ده بتقول ان ده ثابت، فبيبدا ان هو يترندر بالشكل ده. فاي حاجه هتقابلك كده انت مش محتاج تغير الجزء بتاعها او الويدجت مش هتتغير، ضيف قبلها كونستنت. طيب احنا كده ده بالنسبه للتايتل. تعالوا بقى هنا نضيف كمان معانا البادي، والبادي مبدئيا هيكون نل. هنبدا هنا نضيف البوتوم نافيجيشن بار. تمام، فانا هاجي هنا بعد البادي هضيف البوتوم نافيجيشن بار، وده هيكون انستنس من نوع بوتوم نافيجيشن بار. وده البوتوم نافيجيشن بار هياخد الايتيمز، وهياخد الكرنت اندكس، والسيلكتد سيلكتد ايتم كلر. يعني هنستخدم الايتيمز اللي هتكون موجوده هنا، اربع ايتيمز او ثلاثه، وده الايتيمز هتكون اري الايتيمز اللي هتتعرض في البوتوم. وهنستخدم كمان الكرنت اندكس والسيلكتد اندكس كلر. تعالوا مع بعض كده نقول نبدا بالكرنت اندكس، ندي انتر هنا.
current index هنروح نعمل variable هنا ونقول له مثلا int selected index يعني هتساوي 0. طيب الاول انت هيبقى عندك مجموعة من التابس، فالتابس دي تعالى عشان تبدأ تفهم الحتة دي خلص انا همشي مع جزء جزء اهو كأنك ما سمعتش المعلومة بتاعت الاندكس دي، سيبها خالص وتعالى نروح نلغي هنا الكرنت اندكس واهو انا هرجع كنترول زد عشان تبقى الموضوع بالنسبة لك سهل وبسيط جدا. احنا اول ما قلنا البوتوم نافيجيشن بار ظهر عندي الاجزاء دي، انا هبدأ بالايتمز اهي، ادي الايتمز اري عشان الموضوع يبقى سهل جدا، الموضوع ما بقاش ايه صعب. الايتم هنا هبدأ اضيف مجموعة من الايتم، اول ايتم هنا هيبقى كلهم لازم يكونوا من نوع يا شباب لان انا هنا هستخدم بوتوم نافيجيشن، فكلهم من نوع بوتوم نافيجيشن بوتوم نافيجيشن بار ايتم، بوتوم نافيجيشن بار ايتم اهو. ادي اول حاجة هيبقى الايكونز هنا ايكون، هديله هنا ايكونز دوت هوم، معلش اكتبها بس الكابيتالايزد ايكون ايكونز دوت هوم تمام. وبعد كده ممكن نديله كمان كوما، والليبل هيبقى الليبل ده سترينج ولا ويدجت، تعالوا كده نعرف كده مع بعض. لو نهوفر على الليبل هيبدا يقول الليبل ده من نوع سترينج، فهنبدا نكتب الليبل هنا كسترينج ولكن نقول هوم، وهبدا اعمل كوما وكنترول اس عشان يبدا يظهر. طبعا هيضرب اكسبشن مش مهم خالص، هنكمل مع بعض. ادي اول بوتوم نافيجيشن ايتم ده في الاريه، هبدا ان انا اكمل اكرره مثلا 3 مرات بالشكل ده. انا عملت هنا على الفي اس كود الت وشيفت وسهم داون عشان سهم اسفل عشان يبدا يكرر. طبعا هنا ممكن نقول الفيف فيفوريت ونقول هنا مثلا فيف واي حاجه وليكن مثلا هنا اد، وهنا نيو مثلا. وهبدا اضيف بقى بعد كده اهو بدا يظهر كنترول اس، بدات تظهر مجرد ما عملت كنترول اس بدا يظهر. هدي هنا التبات، هنا عندي المجموعه من التبات اللي انا ممكن اكليك عليها ظهروا بالشكل ده، هو ده البوتوم نافيجيشن بار. طيب البوتوم نافيجيشن بار هنا ده رقم 0 وده رقم 1 وده رقم 2، فانا عاوز اما اكليك هنا على التبه دي اعرض حاجه هنا، اكليك هنا اعرض برضو حاجه موجوده هنا، فهروح اعمل ايه هنا محتاج ان انا اديله كمان قبل الايتمز هقول له هنا السلكتد اندكس السلكتد تمام، او الكرنت اندكس اسمها كرنت اندكس. الكرنت اندكس هنا هيبقى ايه؟ الكرنت اندكس اول مره ما كليك هنا هيبقى 0 وبعد كده هيبقى 1 وبعد كده هيبقى 2، فانا محتاج اديله الكرنت اندكس، فاقول له الكرنت اندكس مبدئيا هنخليه 0 دلوقتي، ولو عملت كنترول اس تمام مفيش حاجه هتحصل. هروح ان انا فوق بقى هنا وهبدا اعمل فاريبل هقول له هنا الانت السلكتد او الاندكس ممكن نسميها زي ما اي اسم اندكس هتساوي 0، وبدل ما هنا بنديله 0 كده لا انا هديله الاندكس تمام. ليه بقى بعد كده هقول لك دلوقتي، لان انا هاجي هنا وهعمل اري تمام، هعمل اري اوف ويدجتس اهي، هعمل ليست الويست دي، الليست دي هتبقى عباره عن ويدجت ليست اوف ويدجتس هسميها مثلا ايتمز، وادي اقواس الاري وهبدا اديله هنا مجموعه الويدجتس. اول ويدجت مثلا يعني انا هتبقى كونتينر وهديها الكلر الكلر كلرز دوت ريد، وهنكرر دي مرتين تاني وهقول انا عندي كونتينر هنا وليكن بلو
وكونتينر تاني وليكن جرين. تمام كده، تمام جدا. طيب احنا عاوزين نعمل ايه يا شباب؟ احنا عاوزين لما اليوزر يكليك على التابة الاولى ابدا اعرض الكونتينر الاولاني، اما يكليك على التابة التانية ابدا اعرض الكونتينر التاني. طبعا الكونتينر ده زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت احنا ممكن نحط جواه element، يعني ممكن نحط جواه widgets تانية. اما كليك على نيو نبدا نفتح الكونتينر التاني. تمام، طبعا الكود ده الاكزامبل ده تلاقيه موجود في الكتاب بتاع فلاتر ابرنتس. تمام، ممكن تراجعه من الكتاب. فاحنا عاوزين لما كليك على اي تابه نبدا نختار الويدجت اللي انت محتاجها او الكونتينر اللي انت بناء على الكليكايه. طيب دي الاول، تعالوا نيجي في البادي ونبدا نعرض في البادي. هنا هقول البادي هيساوي الايتيمز. تمام، الاري اللي اسمها ايتيمز. بس هنا لو قلت له ايتيمز 0 وعملت سيف هيبدا يعرض اول واحده اللي هي لونها ريد. لو قلت له هنا ايتيمز اوف 1 وكنترول اس هيبدا يعرض ثاني واحده. لو قلت له هنا 2 هيبدا يعرض ثالث واحده. هو ده اللي احنا عاوزين نعمله بالظبط. عاوز لما كليك على هوم يبقى الاندكس هنا اوتوماتيك يبقى 0. تمام، اما كليك على فيفوريت يبقى يروح يكتب الاندكس ايه، يغير الاندكس الى 1. تمام كده، فيتعرض كده بالشكل ده. اما كليك على نيو يبقى الاندكس هنا رقم 2. ده اللي احنا عاوزين نعمله بروجراماتيكلي. وتاني نقطه ان ده يتغير يبقى ده الاكتف، يبقى النيو هو السلكتد وليس الهوم. ده هيتم ازاي؟ هيتم ان انا باجي هنا في البوتوم نافيجيشن. تعالى كده نعمل ند انتر وانتر هنا. تمام، قلت له الكرنت اندكس هو الاندكس اللي موجود معانا ده. هديله كمان السلكتد كلر. تمام، ممكن هو هنا بقى باللون الازرق، ممكن نسيب اللون ده عادي مفيش مشكله. عاوزين بس لما نبدا نكليك هنا، اما كليك على دي يبدا يغير. محتاجين نغير الاندكس هنا، بدل ما هو بزيرو نخليه بواحد. خلي بالك اما كليك هنا ابدا اغير الايتم اندكس ده اغيره بواحد. طب ازاي؟ اديله هنا الاون. هلاقي ان في بروبرتي هنا اسمها الاون تاب. تمام، والاون تاب هنا هياخد فانكشن. هو بدا يوتو كومبليت اهو فانكشن، فانا هقول له ماشي الفانكشن دي هتاخد الاي اللي هي الاندكس يعني بتاع اللي انت ضغطت هنا. لو انت ضغطت هنا يبقى ده بزيرو، ضغطت هنا يبقى ده بواحد، ضغطت هنا يبقى ده باتنين. فانا كل اللي هعمله هنا هنادي على ست ستيت، وفي سيت ستيت تمام يا شباب هنادي على سيت ستيت، وفي السيت ستيت هغير الاندكس اللي هو عندي هنا. الاندكس ده بدل ما هو بزيرو هغيره بقيمه الاي. تمام، خلي بالك الاي هنا تعالوا نبرنت عشان تبقى برضو ايه الموضوع بسيط بالنسبه لنا. قبل ما اسيت الستيت اهي عشان تبقى انت عارف قيمه الاي هنا، هقول له برنت الاي. طيب تمام جدا. طيب انا بدبج برنت دي هنستخدمها كتير جدا عشان موضوع الدبج، تدبج الكود بتاعنا ونكلير هنا الكونسول. فبالتالي لو انا ضغطت على هوم لاحظ بقى بزيرو. طيب لو انا جيت هنا خدت الزيرو ده وغيرته هنا زي ما انا لسه شرحها بس بنعيدها تاني معلش، يبقى هنا يبقى لونه ايه اللون ده. طيب ضغطت هنا بقى بلون ايه واحد، خدت ده كده وغيرته هنا كنترول اس بقى ايه بقى باللون ده. طب ضغطت هنا بقى لون اتنين، اخدت الاتنين دي وعملتها هنا. تمام كده، خلي بالك الاتنين دي هي جايه من ايه، انا برنت الاي قيمه الاي. الاي دي بتقول لك انت قيمه الحاجه اللي انت ضغطت عليها، فكده هيديني اللون ده. فانا مش عاوز بقى اعملها انا كده مانيوال، لا انا هلغي كده، انا برنت عرفت ان قيمه الاي بكام. فهنادي على ست ستيت. تمام يا شباب، هنادي على ست ستيت. ست ستيت، ست ستيت بتتكتب بالشكل ده، هلغي السيمي كولن مش محتاجها لان على لاين واحد. ست ستيت لو عملت كنترول اس هتيجي على نفس اللاين اهي. هقول له في ست ستيت هنا انا معايا قيمه الاي، فهقول له الاندكس اللي موجود فوق اندكس هيساوي الاي، هديله قيمه الاي. يبقى انا هباصي اللي موجود في الاي اللي هي الاي لو انت ضغطت هنا. تمام، لو انت ضغطت هنا الاي هتبقى بزيرو. تمام، لو انت ضغطت هنا الاي هتبقى بواحد. تمام، طبعا هنا مفيش حاجه حصلت.
تمام، احنا بنضغط مفيش اي حاجه بتحصل. فانا هراجع مع بعض الكود سيت ستيت وهنا الفانكشن. احنا بس مش محتاجين نعملها بالشكل ده، معلش. احنا نيجي هنا وادي الفانكشن على طول اهي اهي. هنادي هنا ست الستيت و هقول له هنا الاندكس هتساوي الاي كده هتشتغل. مفيش اي مشكله في الكود. فلو ضغطت هنا، خلي بالك هنا نرجع برده تاني، لو عملنا برنت للاي عشان تبقى انت معانا وملاحظ جدا، برنت الاي تبقى مركز جدا معايا. لو ضغطت هنا على هنا تمام، طبعت الاي بزيرو مظبوط جدا، وضغطت هنا طبعت الاي بواحد، بس برضو لسه مفيش اي حاجة اتغيرت، لان انا لسه هنا مثبت الاندكس بايه باتنين. لا، انا هجيب قيمة الاندكس، بدل ما انا بقول له دي ثابتة هقول له هنا الاندكس. وده كان نسينا نعمل الحتة دي، طبعا احنا بنديبج وبنشوف، طبعا وارد انت شغال هيحصل كل ده. فنضغط تاني على الهوم، طبع هنا زيرو وفعلا غير. ضغطت على الفيفوريت، طبع هنا واحد وفعلا غير اوتوماتيك. ضغطت هنا نيو فعلا غير. ممكن كمان اعرض اي تكست هنا يا شباب، يبقى احنا كده في كل واحده منهم بقى ممكن تعرض تكست، ممكن تعرض اي حاجه. فلو انا جيت هنا في الكونتينر وضفت التشايلد، والتشايلد هنا كان عباره عن سنتر، والسنتر هنا ده ويدجت هديها التشايلد برضو. التشايلد ده تكست ويدجت، وهكتب هنا مثلا الهوم، وهكرر ده بنفس الطريقه كده، اكرره تاني، اخده كوبي وهضيفه هنا كنترول في. وهنا بدل هوم مثلا ممكن نكتب فيفوريت، فيفوريت، وكمان نكرره في اخر تابه عشان يبقى فيه تكست. انا عايز اقول لك ان انت ممكن تعرض اي حاجه تاني، مش لازم بس ان احنا بنغير التكست. وهنا نيو ايتمز وكنترول اس، ومحتاج ان انا لو ما ظهرش محتاج ان انا اري بيلد تاني. الكود هيبدا يظهر تمام معانا، تمام بدا يكتب هنا هوم اهو. لو ضغطنا بقى فيفوريت وهنا نيو، يبقى انا قدرت اعمل يعني تقريبا 3 بيجز في بيج واحده. وده انت كده بتوبتمايز الكود، بدل ما هنتكلم نعمل 3 سكافولد، لا انا عندي سكافولد واحد وقدرت اعرض فيه اكتر من ويدجت كانهم فراجمنت. وده هتلاقيه موجود في الاندرويد، الناس اللي جايه من الباك جراوند اندرويد ده ممكن تسميه الفراجمنت في الاندرويد. يعني باختصار كده انا قدرت اعمل اكتر من جزء في نفس، او اكتر من شاشه في نفس فيشه واحده بالشكل ده. طبعا ممكن تضيف اكتر من تاب عن طريق البوتوم نافيجيشن بار زي ما احنا شرحنا النهارده. وبكده يكون وصلنا لمحاضره نهايه محاضره النهارده. ما تنساش تدعمنا بنشر الكورس وتسيب تقييمك للكورس يا شباب، وده بيكون اكبر دعم لينا. ونشوفكم ان شاء الله في محاضره قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.